السلام عليكم. حيت كنعرفوا بزاف ديال الناس كيتفرجوا في الفيديو وكيزيدوا، الحكومه هي الاولى اللي غندوي معها خاص شرح الموضوع المتعلق بغلاء الاسعار، الشرح يخرجوا توضيحات، يخرجوا الوزراء يدويو نشوفوا شنو كاين. ها القضيه ديال الحكومه سديناها، قولي عاوتاني دويتي عليها بالزربه. بغيتوا دابا هذه الهضره ديال المعقول. النقاش المجتمعي خاصو يكون ناضج، والنقاش المجتمعي خاصو يكون مسؤول. راه 36 مليون مغربي مضرورين لهاد الزياده في الاسعار، وكلشي عارف اللي كاين. اذا الاخ المواطن اللي كيدير هي النشاط السياسي في تويتر ومطلع ترند ومحيح، ولا في انستغرام هو كيقرا في ايكول دانجينيور ولا خدام ولا لاباس عليه وعنده لا كونيكسيون وجاي معربط محيح غير هكاك. لا، انا النقاش المجتمعي خاصو يكون لصالح هذاك المواطن المقهور اللي ما مكونيكتي ما والو، وغادي على رجليه وكيضرب كيلومترات وكيمشي يخدم، وفي الاخر ما كيبقى ما يدخل لوليداتو لان الزياده في الاسعار كضرو. ونشوفوا شنو هادشي، واش بسبب تقلبات في الاسعار العالميه، واش بسبب تبعات جائحه كورونا اللي باقا غادي تكون، واش بسبب قرارات ارتجاليه اتخذت من قبل ويمكننا اننا نتراجعوا عليها ولا يمكننا اننا نصحوها. اما نبقاو نعرطوا بحال هكا ولا نتعاطف مع شي جهه ولا نكفت من الجمهور ديال الكوره، وبلاص ما نحضي انا حياتي وخدمتي وقرايتي ونشوف هذا المشكل ديال الاسعار فين غيوصل، كنولي انا حاضي على الانترنيت ونعاير هذا ونغز هذا ونقول له خاص حلول سحريه وحتى شي حل ما تقال. انا بالله عليكم عطوني حل واحد كاين في تويتر ولا في انستغرام ولا في اي قناه. الحل غادي يكون عند الحكومه اللي خصها تتحمل المسؤوليه ديالها وتعطينا اللي كاين. اما داكشي ديال الحياحه وديال الجموع العامه اللي كيكونوا عند الفراقي ديالنا وهذا داكشي راه وصلنا.